مساء الخير وأهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامج والله أعلم. بالأمس القريب ولليوم لازلنا نحتفل بمولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الغد إن شاء الله سنحتفل مع إخواتنا ومع أصدقائنا ومع أهلنا من الأقباط من المسيحيين بمولد أخيه سيدنا عيسى عليه السلام. ووسط هذه الأجواء الجميلة والمحبة والمودة ما بين الجميع، الأهل جميعا في هذا البلد، يخرج علينا من وقت لآخر من يحرم هذه التهنئة. حينما أتصل بزميلي في العمل أو بجاري أو بصديقي صديق عمري، أقول له كل عام وأنت بخير بمناسبة ميلاد السيد المسيح عليه السلام، يقول لي بأن هذا الأمر قد يصل بي إلى أمور كثيرة تخالف الشرع. اليوم نحاول أن نكشف الحقيقة ونستجلي هذا الأمر من فضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. السلام عليكم فضيلة الإمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بفضيلتكم، كل عام وفضلتك بخير وانت بالصحة والسلام. سؤالنا للسادة المشاهدين وهعرضه على حضرتك بالتأكيد في البداية، كيف ترى فتاوى تحريم تهنئة الأقباط بأعيادهم؟ فضيلة الإمام، كيف ترى هذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أرى أن السؤال بدعة. السؤال نفسه سؤالي بدعة؟ أيوة نعم، وإن الموضوع كله ده بدعة، لأنني لم أره عند أبي، وأبويا لم يره عند أبيه، وأول من احتفل حتى بميلاد المسيح لم يكن النصارى، ده كان الفاطميون، إنه في سنة جديدة اللي هي عام سعيد جديد، ده الفاطميون اللي عملوه. والمسيحيون تعظيما لشأن السيد المسيح احتفلوا به أيضا اللي هو السنة الجديدة. أما ميلاد المسيح فأظن أن من ينكر الفرح به والسرور به فهو مبتدع أيضا، مخالف للكتاب ومخالف للسنة ومخالف لما عليه الأمة ومخالف لما عليه أهله وعشيرته وكذا إلى آخره. نعم. وإن كان الواحد ما بيحبش بعد كده أهله وعشيرته دي وتستعملها. نعم. يقول شعبه وحبايبه. لكن على كل حال، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. نعم. الناس اتجننت ولا إيه؟ ده شغل جنان. وأنا أرى إن إحنا إن شاء الله نحتفل مباشرة دون الرد حتى على هذه الترهات، خلاص يجب علينا بقى ان احنا نقفل الموضوع ده ونتجاوزه. ومن اجل هذا انا ابتداء بعد تجاوز هذه السخافات، وان كنا نقيم الادلة للشباب علشان ما يفتنش بمثل هذه الترهات، بنقول لهم حاجات كتير. نعم السلام، حتى أخي وصى على الجار وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار. الجار سواء بقى كان مسيحي كان يهودي كان جار، الجوار ده له حق، حتى ظننت أنه سيورثه. مطلق الجار ولا الجار المسلم بس؟ والجار اللي مش مسلم نكشر في وشه ونقلب السحنة ظهر المجن، يقولوا في العربي كده، قلب وجهه ظهر المجن. لا. يعني حرب. فكان سيدنا عبد الله بن عمر، وأظنه يقينا، أظنه أعتقد اعتقادا يقينا، الذين يظنون دي معناها يعتقدون، أظنه أتقى منهم وأولى منهم وأوسع عقلا سيدنا عبد الله بن عمر. ده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان إذا ذبح شاه يقول هل أهديتم لجارنا اليهودي، في رواية أبي داود، خدوا بالكم من جارنا اليهودي ده، أهديتوا له ولا لا؟ وكأنه يقدمه على بقية الجيرة حتى يثبت معنيين. وأنت لما تدي زكاتك لأخوك المحتاج، وبيبقى فيها صلة رحم وفيها تطبيق فريضة،
في حاجات كده مركبة. صحيح. واخد بالك؟ لما تعالج والدتك المريضة لا قدر الله، وما يبقى فيها بر والدين ويبقى فيها علاج مريض. نعم. نعم. وهكذا يعني في حاجات ثوابها عالي. اهدوا أول حاجة تهدوا ده علشان يبقى فيها جيرة ويبقى فيها الود اللي ما بين أهل الأديان. فنبدأ بقى حديثنا ما زي ما بقولك عايزين نتجاوز بإرسال التهنئة القلبية إلى البابا تودروس وكل من معه من كهنة الكنيسة وعلمائها والشعب المصري، ونهنئ المصريين كلهم مسلمينهم ومسيحيينهم بحلول العام الجديد وبقرب ميلاد السيد المسيح، ونهنئ إخواننا ممن يتبعون أن السيد المسيح ولد 25 ديسمبر، البروتستانت والإنجليكان وكذا إلى آخره، نهنئهم والكاثوليك يعني كل الطوائف، في 7 طوائف عندنا في مصر، نرسل إلى رؤساء هذه الطوائف شخصا شخصا باسمه بكل واحد باسمه التهنئة القلبية لحلول العام الجديد. نعم. ولميلاد السيد المسيح. نعم. مش السيد المسيح، سيدنا. نعم. نعم. وتاج رؤوسنا سيدنا سيدنا عيسى. الله طبعا. سيدنا، ده لا يصح إسلام المسلم إلا بالاعتراف بجلاله ومقامه وعلو شانه. ده المسلم ما ينفعش ينكر موسى ولا ينكر عيسى ولا ينكر واحد من الأنبياء. ولذلك فمرحبا بهذا العام الذي يبدو من بدايته عام سلام إن شاء الله وتعايش إن شاء الله ورجوع الناس إلى عقلها. نعم. الناس سلبت عقولها. فندعو الله سبحانه الله وتعالى الله في بداية هذا العام أن يرد إلى الناس تدبرهم وتفكرهم وعقولهم. أشكر فضلتك على هذه البداية، ونخرج إلى فاصل قصير ومن بعده نستفيض في الحديث مع فضيلة الإمام. ابقوا معنا.